اتفاق سوتشي بمخرجات الحالي غير مقبول نهائيا بسبب أن المنطقة العازلي إضافة إلى سحب السلاح الثقيل سوف يكون من جهة المعارضة فقط، وهذا غير ما تسرب إلى الإعلام منذ فترة بأن المنطقة العازلي سوف تكون مناصفة بين النظام وقوات المعارضة، إضافة إلى تسيير دوريات روسية مشتركة مع تركيا للتفتيش على مناطق أو أماكن وجود السلاح الثقيل، وهذا أمر غير مقبول لأنه لا يمكن أن يكون الجلاد، وأقصد روسيا، أن تكون حارس الأمن وتكون أميني على مناطقنا بسبب الجرائم والفظائع التي ارتكبتها بحق المدنيين إضافة إلى المقاتلين على الأرض. طبعا إضافة إلى إعادة فتح الطريق الدولي، وهو يعد بمثابة الشريان الرئيسي لإعادة إنتاج النظام وتعويم بشار الأسد من جديد. لا يعني سحب السلاح الثقيل فقط من مناطق المعارضة، إنما سحب إرادة الثورة لدى المقاتلين ولدى جماهير الثورة، وهذا لا يمكن لعاقل أن يقبله.